مشاركة كبيرة من رجال الأعمال الأردنيين المستثمرين بالخارج من أكثر من 20 دولة يمثلون قطاعات اقتصادية واستثمارية متعددة، جاء انعقاد المؤتمر الثامن لرجال الأعمال المستثمرين الأردنيين بالخارج. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور ناصر شريدة نقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني للمشاركين بالمؤتمر الذي وصفه بأنه لبنة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. حتى نتمكن من تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلاته، حتى نتمكن من خلق فرص العمل المطلوبة لتشغيل الأردنيين والأردنيات، حتى نتمكن من الوصول إلى أسواق جديدة في العالم، حتى نتمكن من نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى اقتصادنا الوطني، حتى نتمكن من زيادة القيمة المضافة المحلية. فالاستثمار هو الحل. ويناقش المؤتمر عبر يومين قضايا تتعلق بواقع البيئة الاستثمارية الأردنية، الفرص والإمكانيات من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، ودور القطاع المالي والمصرف الأردني في الاقتصاد الأردني، والاستثمار في بورصة عمان، والتنمية المستدامة في المحافظات الأردنية، والفرص الاستثمارية بقطاعات الزراعة والسياحة والرعاية الصحية والطاقة وغيرها من القطاعات الاستثمارية. عملنا العديد من الخطوات، من ضمنها استكمال الإطار التشريعي للبيئة الاستثمارية من قانون وأنظمة وتعليمات، وبلشنا بعملية الأتمتة لكل الإجراءات، عملنا خطة الاستراتيجية للتسويق، وعم نستهدف كمان السفراء في الخارج. تشجعنا صراحة أنه نشارك في مثل هذه المؤتمرات لنتطلع وندرس ما جاء بعد مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وتطبيقها على أرض الواقع. بصدد إقامة مشروع كبير في أرض في دابوك 30 دنم، قاعدين نعمل في مخططات كون ابني الكبير دكتور في أمريكا، بفكر يعمل ميديكال سنتر، ومع الميديكال سنتر في دابوك نعمل معه كمان أوتيل صغير لخدمات المستشفى. مغترب قضى يعني معظم سنوات عمره في الاغتراب، يتطلع الآن إلى نقل جزء من الاستثمارات إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بالذات مع تطور في التشريعات الاستثمارية في المملكة في السنوات الأخيرة. ويهدف المؤتمر إلى إدامة التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين خارج الأردن وداخله، وأطلاعهم على الإنجازات التي تحققت على صعيد الإصلاح الاقتصادي. وينبثق هذا المؤتمر من رؤية التحديث الاقتصادي ومسارات الإصلاح المختلفة وإيجاد استقرار تشريعي للمستثمر وإقرار مجموعة من القوانين، أبرزها قانون البيئة الاستثمارية والشراكة بين القطاعين العام والخاص. فيصل بصبوص، التلفزيون الأردني.